مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، وحياكم الله في هذا اللقاء الأسبوعي الذي يتجدد وبرنامج الرياضة زمان. وكالعادة أعددنا لكم مشاهدينا الكرام العديد من الفقرات الرياضية التي تعود إلى العديد من السنين عشرات. أتمنى حقيقة كالعادة دائما أمنياتي أن تجد إن شاء الله القبول والرضا عندكم. وصلنا إيميل من المشاهد الأخ سعد العازمي ويقول يا ريت تعيدوا لنا مباراة قديمة بين الكويت وروسيا في الكرة الطائرة، خصوصا وأن يومها نجوم الكرة الطائرة كانوا شباب وصغار السن. بقول لك يا سعد، هذه المباراة ما كانت بين الكويت وروسيا، كانت بين منتخب الكويت وفريق راديو تكنيك الروسي. مباراة ودية، استعداد المنتخب لدورة تصفيات مونتريال الأولمبية. يومها مثل المنتخب، وبوقف شوفوا شوفوا الشباب الصغار الحين ما شاء الله رجال قيادات عليا بالدولة، العسكري عسكري والمدني مدني، والله يوفقهم يا رب العالمين، وإن شاء الله الله يرزقنا مثل هؤلاء حقيقة. المهم مثل المنتخب كل من الكابتن الكبير علي شعيب وفيصل الجزاف، مساعد العميري، عبد اللطيف الشطي، أحمد العواد، بدر عبد الرحمن، مشعل نيدي، وليد الراشد، محمد السجاري، محمد المعتوق، عبد الله حسين. ويومها فاز الفريق الروسي 3-2 وأدار هذه المباراة الحكم رحمة الله عليه عثمان التميمي، وأقيمت على صالة الدعية. وآه يا صالة الدعية، بس شوف الجمهور، وما بأكرر على عملية الحضور الجماهيري، طائرة، السلة، القدم، ألعاب قوى، السباحة، في كل شيء يكفي أقول لكم كان جمهورا متميزا. خمسة حلوة تعديها رقم 6، بسام عبد الرضا يرفعها، بسام يرفعها مرة ثانية، لكن هني في اتكالية، بدر عبد الرحمن عبد الرضا كل واحد يتكل على اللاعب الثاني انه يرفع الكرة، تنزل الكرة بملعب الفريق الكويتي، يتغير الارسال. 10 جوري من الفريق الروسي 24 سنة عمره يلعب الارسال، بسام حلوة الكرة على الشبك، تعدي الشبك، ورقم 7 يلعب ضربة ساحقة تنزل الملعب الفريق الكويتي، النتيجة 14-10 صالح الفريق الروسي. 10 يلعب الارسال اوت، تغير ارسال الفريق الكويتي، تغيير دخل محمد السجاري بدل عبد الرضا حسين، وعبد اللطيف الشطي رقم 1 بدل بدر عبد الرحمن. الارسال مع الفريق الكويتي، عبد اللطيف الشطي 23 سنة عمره يلعب الارسال، تلمس الكرة الشبك خطأ، يتغير الارسال. رقم 7 الفريق الروسي يلعب الارسال، تطلع الكرة اوت، يتغير صار مرة ثانية. عبد السلام البسام من الفريق الكويتي 23 سنة طوله 173 سنتي يلعب الارسال، 8-5 يتخطف ضربة ساحقة، لمس شبك صفر الحكم الثاني، لمس شبك على اللاعب مشعل سنين، يتغير الارسال. 15 فلاديمير روبن يلعب الارسال، فيصل يرفعها شطية حلوة، ضربة 5-0 الحكم، حمل الكرة من قبل اللاعب رقم 5 يتغير الارسال. علي شعيب كابتن الفريق، علي شعيب يلعب الارسال، قصيرة تنزل الكرة بملعب فريق الكويتي، يتغير الارسال. رقم 5 كابتن فريق الروسي فوليج انتربوف اسمه، علي شعيب يلعب الكرة رقم 7 يرفعها، 5 يدخل يرفعها رقم 10 ضربة ساحقة حلوة، تنزل الكرة بملعب فريق الكويتي، ويصفر الحكم، انتهى الشوط الأول من المباراة الرابعة للفريقين. راح يكون على شمالك الإرسال مع الفريق الروسي رقم 5 كابتن الفريق يلعب الإرسال، عبد الله صالح، عبد الرضا يرفعها، مشعل سنين يعديها الشبك، 5 يرفعها 10 حلوة ضربة ساحقة من رقم 10، تلمس فيصل الجزاف تطلع برا الملعب اوت،
نتيجة 1-0 لصالح الفريق الروسي. ما زال الإرسال مع الفريق الروسي رقم 5 يلعب الإرسال علي شعيب، عبد الرضا يرفعها لفيصل جزاف، يلعب إسقاط رقم 10 يشيلها يرفعها 5 حلوة فيصل جزاف، عبد الرضا ضربة ساحقة 5 يرفعها لرقم 6 ضربة ساحقة عبد الرضا تعديها رقم 8 حلوة. عبد الرضا رفع الكرة لكن وين؟ على الشبك في ملعب الفريق الروسي، يدخل رقم 8 اللاعب الدولي. راح نعرض لكم او نشاهد فقرتنا التاليه لمنتخب الكويت لكره السله تحت 20 سنه ولقاء مع منتخب ماليزيا. اقيمت هذه المباراه على صاله ثانويه كيفان وهي ضمن الدوره الاسيويه الرابعه التي اقيمت في الكويت في اكتوبر عام 1977. مثل الكويت المرحوم الشهيد قشيعان المطيري، عبد السلام شعيب، حسين بودهوم، غسان العصفور، علي الخميس وعلي أحمد الخميس ولد عمه، أسعد البنوان اللي هو رئيس حاليا رئيس مجلس إدارة الاتصالات المتنقلة اللي هي الهواتف، وخالد الزيد، أحمد المزروعي، علي الشطي، ناجي الهولي، ويومها منتخبنا حصل على المركز الثالث بعد الفلبين والصين، ويومها أيضا فازت الكويت بهذه المباراة ب 76 نقطة مقابل 67. 13 وعلى صالة كيفان نشاهد وإياكم هذه المباراة بين منتخب شباب الكويت وشباب ماليزيا. قبل قليل بدأت المباراة، وفي كرة قدم رقم 10 ماليزيا 4-5 شايف، وفي فاول على قشيعان رقم 7 الخطأ الاول، كرة ماليزيا 15 وفي فاول على رقم 10 الكويت. ثمانية شايت الكرة مع الكويت، عبد السلام عصفور، عبد السلام عصفور مرة ثانية، عبد السلام قشيعان شايت قطع الكرة 15 قشيعان مرة ثانية خذها 4 حسين وعمل رنين تحت الباسكت. كرة مع ماليزيا الآن رقم 4 15 شايد 5 وفاول على قشيعان الخطأ الثاني، ولأن اللاعب بيشوت واحتك في قشيعان في 3 رميات حرة. رقم 5 ماليزيا يشوت الرمية الأولى، جت الرمية الأولى الرمية الثانية وجت الرمية الثانية ومضى من الوقت دقيقة وخمس ثواني، والنتيجة 2 ماليزيا 0 لمنتخب شعب الكويت. عبد السلام شعيب، حسين، عبد السلام حسين مرة ثانية، قشيعان تحت البرد ونف ولف ويسعى الحلقة طلعت برا، حسين شايت حسين المفروض تركز على البورد في الشوتينج عشان ما تضيع الرميات. عبد السلام حسين، عبد السلام مرة ثانية من الزاوية وشايف
ضمن بطولة كأس الأمم الآسيوية السادسة التقى منتخب الكويت مع شقيقه العراق. طبعا هذه البطولة أقيمت في إيران، وكانت هذه المباراة قبل النهائي، ويومها فاز منتخب الكويت بثلاث أهداف مقابل هدفين، وبالتالي لعب منتخب الكويت مع إيران وخسر طبعا، وكانت بتاريخ 10/6/1976. تقولون طبعا خسر طبعا أمام إيران، لأن بتلك الفترة كانت إيران متسيدة حقيقة، إيه وكوريا الجنوبية كانوا هم المتسيدين لكرة القدم في قارة آسيا بشكل عام، حتى عام 1980 عندما نظمت الكويت بطولة كأس أمم آسيا بالكويت، واستطاع منتخب الكويت أن يفوز على إيران لأول مرة. لذلك قلت أنا طبعا عموما، بس عشان مجرد شيء بالشيء يذكر. سجل أهداف منتخب الكويت كله من الكابتن الكبير فتحي كميل هدفين، والمرحوم فاروق إبراهيم هدف، بينما سجل أهداف العراق صباح عبد الجليل وفلاح حسن. مثل الكويت سعد الحوطي، أحمد الطرابلسي، جاسم يعقوب، حسين محمد، المرحوم فاروق إبراهيم، فيصل الدخيل، محبوب جمعة، عبد العزيز العنبري، إبراهيم دريهم، فتحي كميل، عبد الله معيوف، رضا معرفي، وكان يدرب المنتخب المدرب الكبير زاغالو، يساعده شيرول وكارلوس بيريرا اللي حاليا طبعا هو مدرب منتخب البرازيل. أما مدير الفريق فهو الأخ الكريم العقيد محمد الخطيب. عموما أيضا مثل منتخب العراق كل من عادل خضير، صباح عبد الجليل، فلاح حسن، حارس المرمى جلال عبد المحسن، دقلس عزيز، مجمل فرطوس، أحمد صبحي، كاظم معل، علي كاظم، إبراهيم علي، وعلي حسين. انت شوط الأولاني منتخب الكويت الأهلي 1 العراق لا شيء، غيروا محلاتهم. على يمينك فريق منتخب الكويت فيلة زرقاء، وعلى شمالك فريق العراقي فانيلة بيضة شورت أبيض. سنترى فريق منتخب الكويت الأهلي فاروق إبراهيم، كرة ناحية اليمين فتحي كميل، كرة مع فتحي ماخذها، ماشي فتحي بيحاول يمر، لكن تروح من فتحي كميل، ياخذها المدافع العراقي عادل خضير، بيلعبها الى دقلس عزيز، الى فلاح حسن فريق العراقي ماخذها وماشي، بيحاول يمر من ابراهيم دريهم، يطلعها في عرض الملعب، توصل يلعبها له بالجول، الله مرة ثانية يلعبها بالجول، الله جول الله، تضرب القائم وترجع مرة ثانية وتصلح لصباح عبد الجليل قدام الجول، بيحطها بالجول ترجع لصباح الجليل، بيحط الجول صباح عبد الجليل، كرة مرتدة بيحطها على أحمد طرابلسي على يمينه في الدقيقة. منتخب الكويت الأهلي 1، منتخب الأهلي العراقي 1، تعادل. فاول لمنتخب الكويت الاهلي داخل منطقه 18 فريق منتخب الكويت الاهلي. حمد ابو حمد لحد لا ما تحرك، ما شفنا منه شيء، يلعبها الى فتحي الفيصل الدخيل، الى العنبري بيحصل بالجول، يحط من الجول الثانيه وتصلح، طلع على فتحي كميل، انما اقرب لها، يا سلام العنبري، بيزبط العنبري وبيتقدم قدام، انما المدافع بيشترك مع عبد العزيز العنبري ويحطي له معه، والعنبري بيحطها بالجول، لما بيردها حارس المرمى اللي طلع في الوقت المناسب وطلعها، وتوصل لفتحي لما تطلع كره برا الملعب اوت. الفريق العراقي ياخذها فتاح محمد، كره مع فتاح دلوس عزيز، دلوس كره معه بيلعبها ناحيه عادل خضير اللي بيحصلها، كره مع عادل خضير الفريق العراقي الدفاع الشمال، تقدم ولعبها في عرض الملعب، يلعبها ترجع ورا، توصل كره الى دلوس عزيز مره ثانيه، لدى الصورة معاه، بيلعبها إلى عادل خضير مرة ثانية ناحية الشمال، كرة مع عادل بيطلعها في عرض ملعب، يقطعها إبراهيم دريهم إلى أحمد صبحي، ياخذها سعد الحوطي، هجمة عكسية عطول منتخب الكويت الأهلي، تلعب إلى فيصل الدخيل، كرة مع فيصل الدخيل ماخذها كاسر في الملعب، توصل إلى حمد أبو حمد، حمد لعبها ناحية سعد الحوطي هو أول جول، يطلعها في عرض سعد الحوطي، جول 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 جول، الله سعد الحوطي لفتحي كميل يحطها بالجول ناحية اليمين، لعبة عكسية مرتدة حلوة ملعوبة جا
لسعد الحاطي. فاول لمنتخب القوات الاهلي ضربه حره غير مباشره. طلعها عبد الواحد من عرض الملعب، توصل الكره لفتحه جميل يلعبها براسه فاروق ابراهيم لما يبعدها المدافع العراقي. صار فاروق ابراهيم في عرض الملعب، سعد الحوطي يلعبها لحمد ابو حمد. حمد باخذها بيتقدم فيها، بيتقدم يلعبها مش احمد ابو حمد، مش احمد ابو حمد، مش احمد ابو حمد، عرض الملعب يتقدم عبد محمد ابو توصل انا ما شايف بالجول رضا معرفي، توصل بايد حارس مرمى جلال عبد الرحمن. فريق العراقي بيطولها قدام طويله توصل لي عبد الله معيوب براسه ياخذها من قدام توصل لسعد الحوطي. سعد بيلعبها توصل لسعد الفريق العراقي دار الصوره معاه بيلعبها نعجل الى صباح عبد الجليل الى مجمل الفرطوس. كره مع مجمل الفرطوس بيلعبها يطولها قدام توصل الكره في عرض الملعب رضا معرفي بيحصلها. ميسي ما يقدر يمشي الى تحوره حاط ركبه على رين اليمين. طرابلسي بيطولها قدام طولها طرابلسي ناحيه مجمل الفرطوس اللي بيستقبلها بيلعبها ناحية اليمين إلى أحمد صبحي إلى مجمل فرطوس. كرة مع فرطوس بيطولها ناحية علي كاظم تلعب في الراس. جول 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 يا كرة في عرض الملعب تلعب مشترك فلاح حسن نازلة في عرض الملعب مشترك فلاح حسن بيحطها أحمد طرابلسي رامي نفسه عليها المدافعين الاثنين عبد الله معيوف محمود معيامها بتدش الجول بيطولها ناحيه اليمين ياخذها رضا معرفي. كره مع رضا معرفي منتخب الكويت الاهلي يلعبها الى سعد الحوطي. سعد الحوطي كره مع بيطولها ناحيه فتحي كميل. كره مع فتحي كميل ينهي المباراه كميله يبغى يطلع حارس مرمى. حارس مرمى هو اللي يطلع من فتحي كميل وبيلعبها الى فرق ظاهر سعد الحوطي. سعد الحوطي يلعبها لحمد ابو حمد. حمد ابو حمد كره معاه بيلعبها الى فيصل الدخيل. فيصل الدخيل لعبها ناحيه فاروق ابراهيم. فاروق ابراهيم ما قدر فاروق ابراهيم يطلع في عرض ملعب انما شوت فاروق ابراهيم تطلع كره برا الملعب اوت. ال 45 انتهت 45 انتهت ال 45 الشوط الثاني انتهت على ساعتي انا. وطبعا نلعب في الوقت الظاهر لحد الان تعادل 2-2 بين العراق والكويت الاهلي في القبل النهائي لكاس اسيا. كره مع عادل خضير يلعبها الى فريق العراقي دبس عزيز. كره معاه كره مع دبلس يلعبها ناحيه الشمال توصل كره الى عادل خضير. عرض كره معاه بيحاول يمر ناحيه الشمال يطلعها كره عاليه لما تطلع كره برا الملعب او ضربه مرمى لمنتخب الكويت الاهلي. الثاني من المباراه كره مع سعد الحوطي منتخب الكويت الاهلي. سعد الحوطي فاروق ابراهيم كره مع فاروق ماخذ فاروق لاعبها لمحمد عبد الله. محمد عبد الله مرها لنفسه انما راحت منه وراحت الى جلال عبد الرحمن حارس المرمى الفريق العراقي. اللعب الى عادل خضير حكم يطلع ساعه الوقت الضايع اللي الوقت الساعه الثانيه اللي هي ساعة الوقت الضايع في المباراه لعلي كاظم فريق العراقي. علي كاظم بيلعبها توصل الكره الى صباح عبد الجليل فريق العراقي. صباح كره معاه الى مجمل فرطوس. كرة مع مجبل بيطول مجبل فرطوس قدام طويلة طلع في عرض الملعب انما بيصفر الحكم فاول على اللاعب علي كاظم. فاول اشترك مع اللاعب دريهم بفاول على اللاعب علي كاظم. ما زال الحكم بيطلع الساعة الثانية اللي وقت الضايع اللي مضى منه اكثر من دقيقتين اكثر من دقيقتين مضى منه. كرة مع سعد الحوطي ناحية ابراهيم دريهم. ابراهيم دريهم بيلعبها قدام الى فتحي كميل. كره مع فتحي ماخذها ماشي لكن طول منها تطلع الكره توصل الى محمود جمعه يلعبها في صف الحكم اللي هو ديلون معلن نهايه المباراه. سعد الرندي نجم نادي الكويت الرياضي والمنتخب الوطني لكرة اليد وبوقف لاعب مميز مثل كذا لاعب عندنا من اللاعبين امثال مرزوق والله ولا تحضرني الان الاسماء كثير علي شعيب بقول لكم من يوسف السليم عبد الرحمن الدولة كان يلعبون الالعاب الجماعية الثلاث وربما اكثر وكان في تلك الفترة مسموح
ومساعد الرندي كان يلعب كرة اليد وكرة السلة والكرة الطائرة. نادي الكويت حقيقة أقام حفل تكريم لهذا اللاعب المميز في مباراة جامعة الكويت أمام فريق الأهلي المصري، وكانت المباراة أو التكريم يرمز إلى الرندي في جميع الألعاب التي لعبها في السلة والطائرة واليد. وشاركت فرقة الرندي في زفة رياضية لهذا اللاعب الكبير. طبعا أول شيء هو ولد الرندي، ثاني شيء مساعد يستاهل حقيقة، وهو أمثال كثير من اللاعبين ترى يستاهلون أكثر من زفة، لكن كونه عاد ولد الرندي جاءت فرقة الرندي وأعملت له هذه الزفة. أما المباراة والتي جمعت الكويت ضد الفريق الأهلي فقد انتهت المباراة بالتعادل 21-21. عموما الكابتن مساعد الرندي مثل ما قلت لكم يستحق هذا التكريم لعطائه المميز على مستوى النادي أو المنتخب، وهو الحمد لله حاليا أيضا هو مساعد ومدرب لمنتخب الكويت الوطني لكرة اليد. صوت فرقة الرندي تشارك بهذا المهرجان الرياضي. طابور العرض أمامنا الآن، مساعد الرندي، والحقيقة عرض جيد و يستحق هذا مساعد الرندي وأكثر من هذا الشيء. الحقيقة اهتمام بالغ جدا من الأخوة المسؤولين على هذا المهرجان. مساعد الرندي وزفة رياضية، زفة رياضية مساعد الرندي بالأمام، وفرقة الرندي تزف مساعد مبارك الرندي اعتزاله. هاي صورة حلوة جدا، ولأول مرة نرى هذا المهرجان وهذه المناسبة الحلوة، والحقيقة أن اللجنة المعدة لهذا المهرجان واللي تكون من السيد بدر محمد ذياب أمين سر الاتحاد، والسيد سليمان العون، وعبد الله عبد الرسول، ومصطفى سعد، إعداد حلو. وهذه فرقة الرندي تزف مساعد الرندي النجم المعروف واللاعب الفذ اللاعب القدير هذا مساعد مبارك الرندي، وعشرين عاما 20 سنة يلعب مساعد الرندي، ومن أحسن لاعب يعتبر من اللاعبين الممتازين، يستحق أن نحتفل له بهذا المهرجان. فرقة الرندي مساعد فرقة الرندي فن الحلو عيد مهرجان جدا حلو شيق مساعد والرد يستحق ذلك. وعدنان العيسى وجاسم رمضان مدة المباراة 5 دقائق، 7 دقائق راح تكون 7 دقائق. سعيد مبروك رقم 2 طلال طويل عادل مجلس اسمه احمد كبسه من علي شعيب. الكرة مع فريق نادي الكويت كرة الطائرة طبعا خالد البحر، خالد عبد المحسن البحر. معظم اللاعبين القدام الآن كلهم رؤساء اتحادات وأعضاء مجلس إدارة. خالد البحر هار لك، خالد هار لك. علي شعيب ثقيل شوية، علي ثقيل. جاسم رمضان، هذا جاسم رمضان، دكتور جاسم رمضان. حلوة علي. جاسم اظن ضيع بين علي وجاسم، متشابهين شوية. خالد البحر رقم 6 كرة مع جاسم قدام علي شعيب.
ولاعبين الكويت سعيد مبروك وطلال الطويل وعادل وخالد كانوا اقوى شويه. الكويت عادل ارسال مع عادل ساعد ساعد تغييرات حلوه بين اللاعبين القدامى هارلك الكويت داعش من الكويت هذا هو داعش اللي هو غسان عصفور حلوه يا غسان طبعا فهمي الخضراء يلا يا فهمي فهمي كره طويله لمساعد مساعد نسى كرة السلة باين على مساعد أنا ناسي كرة السلة هي نفسها كرة اليد بس الكرة أكبر كرة السلة طبعا أكبر من كرة اليد عند طاقة مساعد الرندي مشهور بامتصاص كرة اليد يستطيع أن يمسكها بيد واحدة مشهور مساعد بمسك كرة اليد بيد واحدة الكرة طبعا معظم اللاعبين يأخذونها باليدين الثنتين استلامهم لها لكن مساعد يقدر يمتص لك الكرة بيد واحدة حلوة العون العون كرة حلوة من العون عبد الرحمن العون في عندنا سليمان العون وعبد الرحمن العون. حلوة 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 سليمان مع القدامة وعبد الرحمن مع الشباب حلوة عشان مقطوعة سماك عميد السماك فهمي سليمان العون مساعد الرندي حلو ساعد لا باين انك مشيت كرة السلة يا مساعد ما يخالف هدف كرة السلة صغير لكن هدف كرة اليد اكبر طبعا احنا عارفين مربع 3 أمتار على كيف تحط الكرة بالجول بس في حارس مرمى يعني ما في حارس مرمى مساعد نبي كرة يا مساعد نبي جول كمان يا عبد السلام شعيب حلوة العون كرة مع الأهلي الألفي رقم 8 حلوة تمرير حلو تمرير حلو لاحظ الفريق الكويتي يوقف بطريقة الدفاع 0-6 0-6 أحيانا يتقدم مساعد الرندي بالأمام ويشكل على تشكيل 1-0-5 واحد بالأمام اللي هو مساعد وبعدين 0 ما في شيء ورا مساعد بعد الفتحة هذه يدشون الخمسة على خط 6 ياردة الألف رقم 8 وعطاء لرقم 9 مقطوعة مقطوعة قلت لك في دفاع حلو من منتخب الكويت دفاع حلو كرة مع حارس مرمى عاطف عبد الرحمن حارس مرمى الأهلي عاطف عبد الرحمن كرة مقطوعة تشكيل الفريق الأهلي بيشكل الفريق الأهلي كذلك 5-1 5-1 يقدم واحد الأمام واحد الأمام 5 على الدائرة 5 على الدائرة لعب سريع حلو الظاهر عم تمتع بلعب حلو 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 يا سلام قلت لك راح نتمتع بمباريات حلوة أول كرة الكويت هدف الأهلي هدف الكويت وهدف الاهلي والكره مع الكويت عبد الله جاسم وعبد القدوس عيسى يلا يا عيسى هذا عيسى عبد القدوس وهذا عبد الله جاسم عيسى لاعب ممتاز عادل عادل نايف كذلك خامات طيبه خامات طيبه منتخب الكويت هذا خالد غلوم
إيميل وصلنا من رائد الظفيري يحيي أسرة البرنامج، يقول بمشعل أنا من مواليد عام 1984، يعطيك طول العمر إن شاء الله، يعني 22 سنة. ويقول دائما أسمع عبارة الكويت تروح أسبانيا، كوريا تروح كوريا، شو السالفة، شو القصة، شنو هذه المباراة؟ حياك الله يا رائد، هذه العبارة قالها شيخ المعلقين الزميل الأستاذ خالد الحربان، وهذه الجملة اللي طلعت من فم خالد الحربان أصبحت تردد في كل مكان بالكويت في الخليج العربي كأول فريق عربي آسيوي يصل إلى نهائيات كأس العالم. مو شوية لما طلعت من الحربان تلقائية، ها ما تصنع فيها الحربان، كوريا تروح كوريا، الكويت تروح أسبانيا، شوف حتى كلمة سجع فيها. عموما كانت هذه المباراة في تصفيات كأس العالم بتاريخ 29/4/1981، وكانت الكويت ضمن المجموعة الثالثة في هذه التصفيات، وضمت كل من الكويت، كوريا الجنوبية، تايلاند، وإيران وماليزيا. إيران يومها اعتذرت بسبب الحرب مع العراق، وتقرر أن تقام التصفيات في الكويت. بعد التصفيات تكون هناك مباراة بين الأول من المجموعة وثاني المجموعة، وتكون مباراة فاصلة، وكانت الكويت متصدر المجموعة وكوريا في المركز الثاني. المباراة الفاصلة فازت أيضا الكويت بهدفين مقابل لا شيء، سجلهم عبد العزيز العنبري وناصر الغانم، وقيمت المباراة بحضور سمو الأمير الوالد أطال الله في عمره الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح عندما كان وليا للعهد ورئيسا لمجلس الوزراء، وبحضور الشهيد الشيخ فهد الأحمد رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، والشيخ أحمد الحمود الصباح نائب رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، والعديد حقيقة من الشخصيات وأهل الكويت كلهم والقيادات الرياضية كلهم متواجدين. ما بأقول لكم شنو كان الحضور الجماهيري وشلون كان، لكن هذه الجملة قالها الحربان، كوريا تروح كوريا والكويت تروح أسبانيا. الفريق العربي الذي يستحق الآن أن يشارك إن شاء الله في المباريات النهائية والذي تعد على أبوها، يصل فريقين إلى أسبانيا. من سيصل أسبانيا إن شاء الله؟ نتمنى إن شاء الله أن يمثل منتخب الكويت الوطني، ويشارك أيضا زميلة وشقيقة المملكة العربية السعودية، يتحدث الكويت والسعودية في أسبانيا اللغة الأسبانية. سيداتي آنساتي سادتي، وصل الآن إلى أرض الملعب سمو الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح، سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، فأهلا بك، أهلا بك سهلا، وأهلا السلام الوطني لدولة الكويت بحضور سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح، إلى جانب أيضا الاهتمامات الكبيرة وإلى جانب مسؤوليات الجسام في الدولة، أيضا أبا سمو ولي العهد إلا أن نشارك أيضا شباب الكويت وجمهور الكويت اليوم في مثل هذا اللقاء بين منتخب كوريا ومنتخب دولة الكويت. سمو الشيخ ويرافق رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ فهد الأحمد، ونائب رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد الحمود، وبعد أن حيا فريق كوريا أيضا وحيا حكام المباراة، يقوم الآن أيضا الكابتن فريق منتخب الكويت سعد الحوطي يرافق سمو العهد الشيخ سعد عبد الله، ويعرف أيضا بلاعبي منتخب الكويت الوطني، هم شباب الكويت اليوم أيضا الليلة الزرقاء.
وهم الفريق اللي كانت لهم جولات وصولات سواء في الخليج ثم انطلقوا الى اسيا. واليوم ايضا عندما حقق منتخب دولة الكويت في الدورة الآسيوية في سبتمبر وقبل 7 شهور، اليوم ايضا منتخب الكويت الوطني بجانب هذه المجموعة الآسيوية القوية تضم تايلاند وكوريا وماليزيا، ايضا وصل منتخب الكويت لهذه المباراة النهائية. اهلا بك يا سمو ولي العهد، حللت اهلا ورحبت سهلا بين ابنائك وشعبك الوفي يا سمو ولي العهد. نعيم سعد ضاغط منتخب الكويت الوطني، علي يعليها لعب الله طلعها مدافع الكره برا يلعب كورنر، كورنر ضاغط منتخب الكويت الوطني. طويله اللعب من حارس المرمى، فاول على اللاعب الكوري جوسن، هو يدفع معه جمعة. بيعطي انذار، بيعطي اللاعب حكم من كولومبيا. بيعطي انذار، بيعطي انذار بأعصاب. رقم كم اللي اخذ انذار؟ أربعة. جو كينج بياخذ انذار. أول انذار في المباراة. كرة مع العنبري. عبد الود الجاسم، كرم، رابو ولاد، يلا خلص كرة مع العنبري، وصل الجاسم يعقوب، فتحي كميل، عبل، سعد الحوطي، حسب يعقوب، خلص، جول، جول، الله! في أول خمس دقائق من زمن الشوط الأولاني، حلوة ملعوبة 4 نقلات. شوفي هذا البطيء العب من شو لعبها ملعبها، توصل سعد الحوطي صنعها جاسم يعقوب، شوف جاسم لعبها توصل رادات من تحت يمين، شوف توصل مرة ثانية فتحي عمل فيها ضربة، شوف فتحي عملها، وصل سعد الحوطي الكابتن الكبير، شوف سعد الحوطي طلعها فوتها جاسم للعنبري، العنبري بيحطها بزاوية يمين، جول حطها العنبري، جول حطها العنبري بزاوية تضرب الخط، وليد يبعدها ويحصلها فتحي كميل، كرة ملعوبة عن فتحي كميل، بيحاول يمر فتحي كميل، ما يصير كرة قدم، اسمع كرة قدم يعني لعب بكرة القدم مو بالريل. بيضرب فتحي اللاعب الكوري بخاطرته. شوف يا عادل البطيء انما تروح جنب القائم اليمين المجروح ايضا الى سعد الحوطي. فتحي كميل، كره مع فتحي، حاول يمر هذا العنبري، وصل مره ثانيه وتلعب، خلص الله اكبر، ترجع مره ثانيه وبيعدي فتحك، ترجع مره ثانيه وتوصل، لكن بيحصل حارس المرمى نص الملعب في اللعب، توصل الى جوكن بينقلها وحصلها كرم بيلعبها قريبه عن فتحي كميل جهه اليمين، فتحي والمدافع اللي معه ثلاثه اللي مراقبه، كره مع فتحي كميل يلعبها لناصر الغانم. يعقوب فاولات متعمد حي رقم 8 اللي هو تشو تشان بيلعب بياخر ناصر الغانم بلعبه متعمد، فاول بيدخل مع جسمة والحكم هذا رقم 8 تشوكن كابتن، فاول لمنتخب الكويت الوطني. سعد الحوطي يلعبها قاسم يلعبها براسه، جول الله ناصر الغانم،
تروح كوريا، الكويت تروح اسبانيا، كوريا تروح كوريا والكويت تروح اسبانيا. في الهدف الثاني في الدقيقة 35 جاسم يعقوب يعطيها ناصر الغارم، تروح الى الهدف الاسباني. فور فور فور، قلت لكم هذا المرمى صعب، هذا المرمى مهمته صعبة جدا. مجروح ثاني من البلوشي ومن جاسم يعقوب، وزاد وجرحه، زاد وجرحه هدفين، واحد من العبري والثاني ناصر الغارم. جولين جولين، شوف اعادة من بطيل، شوف اعادة بطيل لما لعبت، شوف اعادة، شوف جاسم ابو العطاء الثقيل، شوف 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 ناصر الغانم، ناصر الغانم بيحطها جنب القائم المجروح. طرد، طرد اللاعب الكوري، مو اول مرة. استاد نادي الكويت يشهد لكم. في عام 1985-86 عمل الاتحاد الكويتي لكرة القدم بنظام جديد لبطولة كأس سمو أمير البلاد، وهو نظام الدوري، وقسمت الفرق إلى مجموعتين، وفي آخر الدوري يلعب الفريقان المتصدران لكل مجموعة بنظام المقص. المجموعة الثانية كانت تضم الجهرة، السالمية، النصر، الكويت، القادسية، خيطان واليرموك، بينما ضمت المجموعة الأولى كاظمة والعربي، الفحيحيل والساحل، الشباب والصليبيخات، التضامن. اليوم راح نقدم لكم لقاء بين القادسية والكويت، وفاز يومها الكويت 2-0، سجلهم أحمد عبد السلام وعبد العزيز العمري. بس للذكرى نذكر أنه في هذه البطولة لهذا العام فاز بها فريق الفحيحيل وبالنهائي على كاظمة بثلاث أهداف مقابل لا شيء، ليكون أول أيضا مرة فحيحيل يحصل على كأس الأمير في تاريخه. والمباراة هي بتعليق الزميل صادق بدر. من اللاعبين المتخصصين لرميات التماس الطويلة اللعب، توصل كرة خطرة، أصل الله جول، الهدف الأول لفريق الكويت، وخطأ من دفاع القادسية، كرة طويلة لعبت في دقيقة 6. شايف هذه عادة، هذه عادة، هذه عادة دفاع القادسية اللي كان فعلا والهدف الأول لصالح الكويت، هدف الأول أحمد عبد السلام من أمام دفاع القادسية في الدقيقة 6، يحصل له كرة عرضية ملعوبة في البداية. شايف 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 عادة، عادة في البطيء، وأحمد عبد السلام يسجل أول أهداف الكويت. الكويت واحد، القادسية لا شيء، هدف الكويت سجله أحمد عبد السلام في الدقيقة 6 من الشوط الأول. تلعب رمية التماس لمحمد إبراهيم مع وليد المندي، وليد القاسم، وكرة عرضية اللعب، الله حطها صاحب هدف الكويت أحمد عبد السلام. يغير اللعب ناحية اليمين للعنبري، حصلها العنبري، العنبري أول مباراة يشارك فيها الكويت بعد اصابته. اللعب توصل لاحمد عبد السلام، اللعب الله، وفعلا كرات خطره، كرات خطره، يحط احمد عبد السلام لاعب وسط الكويت، حط له كره يحصلها فيصل الشعلان. هذه عاد شايف عبد الله فليم الى احمد عبد السلام، شايد ترتد من الشعلان، حصلها مره ثانيه، توصل فعلان يبعدها، والعنبري، والمرمى خالي، الله، والخبرة لها دور. عبد العزيز العنبري توني يقول المرمى خالي، وفعلا استقل عبد العزيز العنبري، خروج حارس مرمى القادسية فيصل الشعلان، والعنبري بخبرته الدولية يسجل الهدف الثاني. هذا العنبري، هذا العنبري. لماذا نحن إلى الماضي وإنجازات الماضي؟ شيء حلو أن الواحد يحن للماضي، أكيد هذا بحد ذاته شيء حلو، لكن أيضا هناك سبب بسيط، لأن هناك كانت إنجازات، هناك كؤوس، هناك كرة ترفع فيها اسم البلد. عموما
في عام 1977 وأثناء استعداد المنتخب لتصفية كأس العالم التي أقيمت عام 1978 في الأرجنتين، لعب المنتخب الكويتي مباراة تجريبية أمام فريق ويلز الإنجليزي، وكانت عبارة عن مباراتين مع فريق ويلز، انتهت مباراتين بالتعادل. في المباراة الثانية ومثل ما قلنا التي انتهت بالتعادل السلبي، صحيح مباراة ما فيها أهداف لكنها شاهدوها، ما تخلو من المستوى الفني الرفيع سبب نجوم، وطبعا ويلز من الفرق الإنجليزية تبقى المتميزة لأن منتخب ويلز منتخب. عموما مثل منتخب الكويت كلهم من أحمد الطرابلسي، عبد الله معيوف، محبوب جمعة، حسين محمد، رضا معرفي، سعد الحوطي، حمد محمد، المرحوم فاروق إبراهيم، جاسم يعقوب، فيصل دخيل، عبد العز العمري، فتحي كميل، سعود محمد، وأدار هذه المباراة الحكم عبد الوهاب البناي، وساعده كل من عبد الله غريب والدكتور أحمد فرج، وحضر هذه المباراة الشيخ سلمان الحمود الصباح رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم آنذاك، والشيخ أحمد الحمود الصباح نائب رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم آنذاك، وضيف الكويت سمو الأمير منصور بن سعود بن عبد العزيز والعم خضير المشعان رئيس نادي الكويت السابق، والأستاذ أحمد السعدون نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم عن قارة آسيا. عبدالله معيوف، فيصل الدخيل بتروح منه بياخذها سير، كرة معاه سير جهة الشمال داخل معه محبوب جمعة، وسير محبوب جمعة بيرفعها بيصلحها مرة ثانية فيصل الدخيل، كرة مع فيصل الدخيل ومحبوب جمعة وتوصل مرة ثانية للفريق ويلز، كرة مع ويلز براين فيلين الى بيج، بيجي بيلعبها محبوب جمعة بيرفعها براسه توصل بايد احمد طرابلسي حارس مرمى منتخب الكويت الاهلي. عبد الله معيوف، رضا معرفي، عبد العزيز العنبري، رضا معرفي ايضا العنبري يباصيها الى تيريورث الى براين، الى تيريورث الى جو جونز، طويله الى توشك، عبد الله معيوف، فاروق حمد يلعبها قدام ما بين بيج الى يردها الى حارس مرمى بيج، الى فيليبس حارس مرمى يلعبها طويله الى جو جونز، الى جيمس ليتون جيمس، الى فيليبس كاريور، عبد الى رضا معرفي، حمد بو حمد، العزيز العنبري، جاسم يعقوب بيعدي جاسم حلوه من ابن، وجاسم عدى كره معه دخل جاسم يصلحها في عرض الملعب، انما توصل الى مدافع البريطاني خمسه فيليبس بيلعبها الى ابن، وابن بيردها الى حارس مرمى اللي هو فيليبس، اللعب مره ثانيه توصل كره الى جهه الشمال الى تيريور، وباقي خمس دقائق تيريور الى براين فيلين الى جيمس، حسين محمد يقطعها منه وبيطلعها منه برا الملعب، بعض الجاليات ما قلت لكم اللي جاي يشجعون فريق منتخب ويلز، توصل الى عبد الله معيوف، الى رضا معرفي، ايفن بياخذها لكن تطلع كره برا الملعب، رضا معرفي اللعب الى فاروق، فيصل الدخيل اوت، صح مساعد الحكم فعلا ضربه ريل، فيصل الدخيل ايفن فيليبس بيج الى سير بيتر سير، محبوب يقطعها محبوب
توصل ما بين ابن اللي بيطلعها برا الملعب اب. فيرمي نفسه عليها رضا معرفي نزل، رضا معرفي نزل، سلطان العقوب ما زال يسخن. الظاهر انه ايضا في تبديل، في تبديل. سلطان يعقوب اللي انضم لمنتخب الكويت الاهلي اخيرا بعد اصابه ابراهيم دريهم حتى يكون في اثنين في كره. رضا معرفي ماخذها، ماشي رضا معرفي ماخذها، رضا معرفي كره معاه يلعب، رضا معرفي باصيها غير سليمه توصل الى ايفن، ايفن بيطلعها مره ثانيه حمد ابو حمد اللي بحاول يعدي ويطلعها منه المدافع، مدافع وقطع كره برا الملعب. او كورنر، كورنر لمنتخب الكويت الاهلي، كورنر. سلطان يعقوب ينزل والحكم في تبديل ومد في اللعب، الحكم عبد الوهاب البناي الحكم الدولي. وطبعا تعرفون الاتحاد الكويتي طبعا اللي بيرعى اللعبه برئاسه الشيخ سلمان الحمود رئيس الاتحاد والاعضاء اللي معاه بالحقيقه. ايضا السنه اللي كان في دوره للحكام اقيمت في انجلترا واستفاد كبيره منها كان من ضمن عبد الوهاب البناي الحكم الدولي. في نفس الوقت ايضا دراسه اقيمت للحكام ايضا الدرجه الثانيه والثالثه في القاهره، وكان ايضا فيها استفاده، وكانت في اسكندريه الدراسه والحمد لله. وصقل كبير للحكام انها تلعب كره القدم مره ثانيه، توصل جهه اليمين، توصل الى 15 اللي هو توماس، وتوماس بيلعبها قدام لكن قريب عيمها محبوب جمعه، كره مع محبوب ماخذها وماشي محبوب جمعه بيلعبها الى حسين محمد، حسين محمد كره مع حسين محمد، حسين محمد لفتحي كميل، فتحي لحسين محمد مره ثانيه، وحسين محمد مره ثانيه الى عبد الله معيوف. وسبع دقائق او ثمان دقائق الاخيره من الشوط الثاني من المباراه لحد الان مع سلطان يعقوب، سلطان الى حمد ابو حمد، سلطان يعقوب مره ثانيه الى عبد الله معيوف، وعبد الله معيوف كره معه، عبد الله بيلعبها لفتحي كميل، وفتحي اللي بيحاول يعدي كره في النص مع فتحي، كره معه بيلعبها فتحي الى سلطان يعقوب مره ثانيه، سلطان كره معه بيلعبها سلطان الى فاروق ابراهيم، فاروق الى عبد الله معيوف الى العنبري، والعنبري بتروح منه بياخذ سلطان يعقوب مره ثانيه، كره مع سلطان ماخذها مع سلطان يعقوب يم العنبري، سلطان يعقوب كره معه، سلطان بيلعبها مره ثانيه الى سعد الحوطي، سعد الحوطي بيلعبها الى حمد ابو حمد، حمد كره معه بيلعبها سلطان يعقوب مره ثانيه جهه الشمال، كره مع سلطان ماخذها مع سلطان يعقوب وبيلعبها تضرب في اللاعب ويلز وبياخذها اربعه جون مهوني، وبيلعبها لعبه شاهين قبل، يعني حتى في انجلترا لعبه شاهين قبل يعني معناها فوز، فوز وديها فوز تطلع كره برا الملعب. كورنر منصه رئيسيه كانت قبل شويه وفيها كبار المدعوين وفي ضيوف ايضا من المملكه العربيه الشقيقه بيحضرون ايضا المباراه. ايميل وصل من حسين الشطي يقول اتمنى انكم تعرضون بعض المباريات الكوميدية. احنا برنامجنا مو برنامج كوميدي، منوعة عندهم برامج كوميدية. شقصد يعني ليش مو يقول مو بس الرسمية عموما، يعني اذا كان يقصد حسين الشطي المباريات الكوميدية اللي احيانا تقام في مناسبات، افتتاح استاد، نهائي كأس، عموما عندنا مباراة نجوم العربي ونجوم الفنانين وقيمت عام 1979 قبل المباراة، قلنا شوفوا وقيمت هذه المباراة قبل نهائي كأس الأمير وجمع بين القادسية مع كاظمة. مثل الفنانين فؤاد الشطي، أحمد الصالح، جاسم الصالح، عبد المجيد قاسم، عوعو معروف بعوع ها كل واحد، احمد عمر العامر، عبد الرحمن العقل، المرحوم جوهر سالم، صالح موسى، محمد جابر، فوزي جلال استاذنا انضم للفنانين ولو انه من الاعلاميين، وعبد الامام عبد الله بطلال، والمرحوم كنعان حمد، منصور المنصور، وعبد العزيز المنصور، خليل اسماعيل، عبد المحسن الخلفان. مثل العربي حسن شعراوي، مرزوق سعيد، حسن ناصر، جواد مقصيد، جواد عاشور، يعقوب بارون، جمع حيدر، وحسن كمال. أدار المباراة عبد الرضا المحميد. راح يصفر 1-2-3 صفر الحكم اللعبة، الكرة الآن الكرة مع النادي العربي
بعده للحين مع النادي العربي، للحين مع رقم 15 من النادي العربي، أخذها النادي العربي، أخذها أخذها جاسم الصالح من الفنانين، والحين انتقل الميكروفون إلى زميلي صالح الموسى، والآن إن شاء الله نغلب. سيداتي أنساتي، معاكم مع الجيم الثاني، النتيجة 2-0 لقدامة لاعبين النادي العربي. فاول، فاول على عوعو. يا كثر ما تحط فاولات يا عوعو، كلك كبر. الكرة مع مرزوق، أخذها جاسم الصالح، كفو كفو، بعدي روح أبو، روح روح، هذا اللي بيبيض الوجه عزة الله. قطعها جواد عاشور، وفي فاول، فاول على حسين، على حسين المنصور، فاول على جواد عاشور. من اللي بيشوت؟ كرة مع مرزوق، حسن كمال، حسن ناصر. الكرة مع حسن ناصر، اللاعب القديم والمدرب الجيش. ماني شايف شيء. جواد ما يعقوب بارون، يعقوب بارون. الكرة مع يعقوب بارون. شايف اوتسايد، اوتسايد لفريق منتخب الفنانين. حلوة. القاضي بسنة طاح، قاضي بسنة. لا والله اخذ الكرة، الله خير. حلو احمد الصالح، هو اللي طيح والفاول عليه فوقها. لا حول الله ولا قوة الا بالله العلي العظيم. شوف معركة حلو حلو حلو. مبرج مبرج برج بالقاضي، ما ادري بالقولشي. انا لله وانا اليه الراجعون. الكرة مع حسن ناصر، والمعركة عند قولشي النادي العربي. طقة ومدلك الفنانين مبيريش. الكرة مع مرزوق، اوتسايد، اوتسايد. انا شايفه منين يا اوتسايد. اخذ كرت لاصفر مبيريش، بدل ما الحكم يوجه انذار حق مبيريش، مبيريش وجه انذار حق الحكم. اللعب يستأنف مرة ثانية، الحكم رد بعد ما طرد مبيريش، ومبيريش اخذ الكرت الاصفر. الخراز طالع ما ادري ايش فيه. يا كثر ما تبدلون يا ربعنا. احمد الصالح ثلاث مرات يطلعونه ويدخلون بداله واحد وهم يرجع. حلوة يا منصور، منصور الى احمد العامر، وخطرة على منصور. لا لا طلعت اوت. اي نعم، الله اكبر. بليوز، بليوز يطلعون من احمد وفؤاد الشطي يطلعوا. الله اكبر. عبد الامام من اول دقيقة طاع. حلوة يا حسن، كرة مع حسن ناصر، خذها يا الربع واخر وخلنا نشوف. بلبل عليكم. المفروض ينزلون مبيريتش، الربع داخل. حلوة يا سويد، بس مو سويد ذاك، اخوه فنان. ما عليكم منه على طول، بس كذي خمس دقائق يلعب وذوق. الكرة مع محمد منصور، شارك محمد منصور. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله الأسبوع القادم، وفقرات جديدة تعود بكم ونحن إلى تلك الأيام الجميلة من تاريخ الرياضة في الكويت.